زعما حنا معتمدين على متدربين على اننا نعلموا الناس شي حاجه اللي الا حنا ما بقيناش معاهم ديك الحاجه غتبقى نافعهم من مورانا. هدى وكلثماء وهاجر هذو ثلاثة ديال الشابات من أكثر من 30 متطوع ومتطوعة كينتميو لهيئة أفريقيا المغرب، اختاروا عن طواعية العمل الجمعوي في جبال الحوز وبالضبط في جماعات ويرقان وإغيل وأجوكاك، هذو اللي بطبيعة الحال تابع الإقليم الحوز. هذا الإقليم هذا اللي عرف سبتمبر 2023 أقوى زلزال ضرب المغرب وخلف الآلاف ديال الضحايا والآلاف ديال المصابين، إضافة إلى خسائر كبيرة على المستوى المنازل والطرقات. وهذا اللي جعل هاد الشابات وهذو وغيرهم أنهم يختاروا العمل إلى جانب الساكنة المحلية، العمل ماشي فقط نهار أو شهر بل 9 أشهر بالتمام والكمال. 4 أشهر اللي مرت لحد الساعة على تطوع هاد الشابات، يعني 4 أشهر من الظروف القاسية اللي مازال المنطقة كتعرفها نتيجة كيف ما قلنا من الزلزال القوي اللي ضرب المنطقة. ورغم ذلك ورغم الألم كاين أمال مع هاد النماذج المشرقة واللي كتشرف المغرب. نبقاو مع هاد النماذج المشرقة من بنات بلادي. دابا شوف حنا وحنا متطوعين في هذه البلاصه هذه من بعد الزلزال. الصراحه تجربه التطوع جات ما كنتش متوقعها، واخا كنا تنديروا اعمال جمعويه من الطفوله، ولكن التطوع تعرفت على ناس متطوعين اخرين هما اللي عرفوني على الدومين ديال التطوع. فكنت واش كانت عندك شي تجربه جمعويه قبل؟ كنا هكا في واحد المنطقه فيها جمعيات كنديروا انشطه مهرجانات فاش كنا صغار، ولكن داكشي نقات ملي كبرنا. فملي هذا تعرفت وانا تنقرا في لافاك تعرفت على واحد السيده متطوعه في هيئه افريقيا هي اللي عرفتني على الدومين ديال التطوع. فقلت علاش لا تكون اكسبيريونس جديده والتطوع حاجه مزيانه نيت. كيفاش جات الفكره انك تجي لهاد المنطقه هذه؟ شكون اللي قنعك بها؟ باش انني نجي لهاد المنطقه هو ماشي اختيار ديالنا، يعني تيكون المنظمه هي كتشوف الاشخاص كل واحد تحطه في البلاصه اللي هي كتشوف مناسبه ليه. وانا جيت من لي فولونتير، حنا دابا حاليا 10 ديال لي فولونتير في هذه المنطقه هذه، وكنت من المحظوظين انني نتحط في هذه البلاصه. هذه البلاصه زوينه بزاف، وحنا كمتطوعين كما قلتي انتقلتي من واحد العمل الجمعوي للتطوع، كانت يعني واحد القفزه كبيره كان خصنا نستعدوا ليها. ومن بالاستعدادات انك بعدا حيت التطوع حنا ماشي شي حاجه معروفه عندنا، انك باش انك تقنع عائلتك والديك انك تخرج من الدار وما تبقاش معاهم وتمشي واحد البلاصه تخدم متطوع، هذه ماشي شي حاجه مالوفه عند الناس. اول تحدي كان عندنا هو اننا نقنعوا الاهل ديالنا. اسمح لي قلتهم قبل، واش كان عندك شي نشاط مهني ولا غير في الدار حتى جيتي هنايا؟ انه كنت طالبه جامعيه تخصص الدراسات الانجليزيه، وبقى لي العام الاخير ديالي في لافاك جيت للتطوع بحكم ان التطوع ما تيمنعش انك تجمع جوج حوايج. واش كان من السهل انك تندمج هنا في المنطقه بحكم طبيعه المجال العادات التقاليد اللغه؟ بالنسبه لي ما لقيتش صعوبات كبيره، من غير انك ديك القضيه ديال انك كتكون بعيد على داركم والوسط اللي انت مولفو. اما بالنسبه ما لقيتش مشكل في اللغه بحكم انني حتى انا شلحه امازيغيه تنهضروا نفس اللغه وتتلقى راسك مع بحال عائلتك بحال ناسك، وحتى البيئه هنا مساعده الناس يعني مرحبين كيحبوا. الاسره ديالتك كان عندها موقف مشجع محفز؟ لا ما كانش، كان تيجيهم غموض لا فين غتمشي والتطوع وتتكون عندهم ديك الفكره ديال لا غير مضيع لي الوقت ما غاديش. ولكن اضطريت انني نقنعهم حيت حنا تنامنوا بلي حنا في التشليحيت تنقولوا ازرون تمازير تسيب النويان، يعني انسان حجر بلاد باش يبني، وبالاخص مرة الزلزال حنا هما الشباب ديال هاد البلاد. وكان عندنا واحد الفكره ديال اننا نقدموا ولو قليل من المساعده لهاد المنطقه، وفاش جينا هادشي اللي خدمنا عليه الحمد لله لحد الساعه. يعني هذه فرصه، شنو هي المشاريع اللي اشتغلتي عليها داخل الدوار اللي كتنشطي فيها؟ انا لحد الساعه خدمت على مع الاطفال، تنخدموا مع الاطفال، تنخدموا على التوعيه ديال النساء، اننا نجيبوا لهم الناس اللي يديروا لهم فورماسيون في شي دومين هكا، مثلا شي توعيه ديال النظافه، توعيه ديال اهميه التعاون ما بين الناس ديال الدوار. خدمت مع اغلبيه مع الشابات ديال هذا، وحاليا حنا على وشك اننا نفتتحوا
واحد الورشه لتعليم الخياطه للبنات والنساء ديال المنطقه، باش هكا تينا مشينا حيت التطوع تيكون غير مده محدوده، نخليو مورانا واحد الاثر يبقى ليهم هما. التطوع في فتره محدوده شحال عندكم حتى اليوم؟ حنا عندنا 10 شهور ديال التطوع. 10 شهور فتره طويله. ماشي طويله لديك الدرجه انك غتحرص على الاستمرار، اي ولكن ما غاديش تبقى باش اي ما غاديش تبقى مثلا الا درتي شي بروجي ممكن تمشي ويتسد، ولكن الا علمتي الناس شي حاجه هما يديروها تمشي وتبقى هي ديك الحاجه اللي درتي. هكا زعما حنا معتمدين على متدربين على اننا نعلموا الناس شي حاجه اللي الا حنا ما بقيناش معاهم ديك الحاجه غتبقى نافعهم من مورانا. طب تحل من هذه المشاكل هذه وفق الاحتياجات ديال الساكنه المحليه، وفق الاحتياجات والرغبه، ماشي حنا اللي كنفرضوا عليهم، ولكن تيكون اختيار ديالهم هما، تيجيو تنسولوهم شنو هما الاختيارات ديالهم، الميولات ديالهم، شنو الحاجه اللي بغيو يديروها. بالاخص اننا في هيئه افريقيا تنركزوا على التقويه ديال المراه القرويه، تنركزوا على التعليم، تنركزوا على البيئه. هاد ثلاثة بزاف. يعني هاد الشهر الرابع اللي دخلتوا له، واش كاين آثار ديال هاد المشاريع اللي قمتوا بها؟ على الأقل غير في هاد الفترة القصيرة. شوية ضروري بحال فاش قلت لك التوعية ديال النساء، لاحظنا الآثار ديالها في الدوار ديالنا، ولاو العيالات يعاونوا بعضياتهم، ولاو واعيين بالأهمية ديال النظافة، والأهم أنهم كلشي باغي يقرا، كلشي باغي يستافد، كلشي باغي يعاون، وهاد الشيء ما كانش بزاف من قبل، ولكن من بعد دوك الدروس التوعوية للنساء ولينا تنشوفوا شويه بعدا شويه كاين شويه التغير. عرفتي شكون يشتغل على الجانب النفسي باعتبار انه المنطقه الا خرجت من واحد ازمه طبيعيه ديال الزلزال بما خلف ربما المنطقه محظوظه حد الى حد ما، لان ما كاينش ضحايا كثار. لا ما كاينش. ما كاينش انهيارات كثير، ولكن كاين اثار ديال الزلزال على الاقل في الجانب النفسي. فاش حنا جينا للدوار كانوا عندنا توقعات اننا غنلقاو ناس يعني في نفسيا مأزمين، ولكن ملي جينا العكس، لقينا ناس تبارك الله ما شاء الله قويين بزاف، يعني فاش تدوي معاهم تيقول لك الحمد لله هادشي اللي كتب علينا الله. ما تلقاوش لحد الساعه صراحه ما عمرني تلاقيت بشي واحد متاثر نفسانيا بالزلزال، ولا حتى المساعدات اللي تقدموا تبارك الله شفنا وقيتات ديال الزلزال كانوا مساعدات بواحد الشكل كبير، يعني حتى الناس ما بقاوش مخصوصين، ما كاينش شي واحد مخصوص لا ماديا لا معنويا لا نفسيا. نعم انتم في كره افريقيا بطبيعه الحال ملي جيتوا ماشي لقيتوا الفراغ الجمعوي، لقيت بطبيعه الحال جمعيات كاين فعال جمعوي، كيف تعاملتوا مع الجمعيات واستطعتوا انكم تشتغلوا معاهم على الاقل هما عندهم تجربه في مجاليه؟ احنا فاش جينا تتكون عندنا واحد المده ديال الانتجريشن، انك خاصك تبعد الاندماج، انك تولف الناس وتجلس معاهم وتعرفهم ويعرفوك، انك تنتمي للمنطقه. فاش تكسب الثقه ديال الناس هذيك اول حاجه، انك تكسب الثقه ديال الناس وحتى هما يكسبوا الثقه ديالك وتعرف عليهم، تتكون التعامل مع الناس تيكون التعامل سهل. وفاش تكون جاي بالمصلحه ديال الدوار وانت جاي انك الهدف ديالك انك دير واحد الحاجه تنمويه للدوار وشي حاجه غتفيدو، فكون على يقين انه ما كاينش اللي يمنعك، كلشي تيوقف معاك، كلشي تيبغي يتعاون معاك، سواء الجمعيات للاشخاص حتى الناس اللي تيكونوا من ذاك الوسط ولكن ما عايشينش فيه عايشين على برا، تتكون واحد الكونتاكت اللي كلشي باغي يعاون، كلشي باغي هاد البلاصه هادي يخرجها من ديك الحاله اللي هي فيه باش يشوفها زعما شي حاجه احسن، وهذا الشيء اللي حنا تنخدموا عليه. هو في الحقيقه صعيب انك تقنع الناس بالعمل التطوعي، حيت حنا في واحد يعني الناس الاغلبيه ما تيقلبوش على شي حاجه محدوده، تيبغي وظيفه بهذا المعنى. يعني فاش تقول الانسان اجي تطوع راه هي صراحه المنظمه ما كتخليكش بلاصه، يعني ضروري المصاريف ديالك هي اللي كتحملهم، ولكن الناس الاغلبيه فاش تدوي معاهم تيقول لك شحال غنتخلص شحال. احنا خصنا نخدموا على اننا ندخلوا الناس نوعيهم بهذه الاهميه ديال التطوع، المنفعه ديالو والاثار ديالو على المجتمع والتمشاعر على المجتمع حتى على المتطوع هو براسو. الشخص وحياته الشخصيه بزاف، حياتك الشخصيه كتبدل بزاف، حيت كتخرج من واحد الوسط لوسط اخر مختلف تماما على داكشي اللي انت مولفو، تتولي تتعلم حوايج اخرين. مثلا ابسط حاجه مثلا الناس اللي ما عندهمش اللغه الامازيغيه وبداو تيتعلموها، تتعلم انك تتعامل مع ناس مختلفين، طبقات مختلفين، تتغير الفكر ديالك. يعني هي فكره التطوع واحد الحاجه اللي مناسبه زوينه للمتطوع كشخص ولا الكوميونيتي اللي غيخدم فيها. فخص تيكون
شوية تشجيع من يعني الجمعيات والأفراد والآباء والأمهات، ويعني ماشي غير حيت واخا المنظمات كيديروا مجهود أنهم يستقطبوا المتطوعين، تلقاو المونتاليتي كما قلت لك اللي خصنا نخدموا على الفكر ديال الشباب هو اللي ونشجعهم على التطوع.